اهلا بكم من جديد. هنا مش جايين نقول لحضراتكم ان كل حاجه تمام يعني، لكن من حق البلد كمان ان نقول ان في حاجات ايجابيه بتحصل. مصر لعقود طويله جدا كانت فيها حاجات كتير غلط، وكان في قطاعات كتيره جدا من الشعب المصري مهمله. لما بقى في خطوات بتقول انه في اهتمام بشكل عام بفئات المجتمع المختلفه، فمفروض نرصد هذه الخطوات، وبنرصدها وبنبقى طمعانين اكتر في انه يبقى خطوات كتير جايه ان شاء الله. من الانجازات اللي حصلت على الارض في مصر، رغم انه استخدام كلمه الانجازات دي بيصيب الناس يعني شويه، يعني ناس ما بتبقاش حباها، بس هو ده اللي حصل. من الانجازات انه، وخلينا نستخدم التعبير الصحيح، انه كتير من المناطق غير المخططة اللي احنا بنطلق عليها في الاعلام او بشكل عام مناطق عشوائية، هي في حقيقتها مناطق كانت غير مخططة، الناس انتقلوا الى اماكن مخططة. مسؤولين كتير اتكلموا، والرئيس اتكلم اكتر من مرة في لقاءات، والحكومة اتكلمت والاعلام اتكلم، لكن الناس اللي اتنقلوا من المناطق غير المخططة الى المناطق المخططة محدش سمع لهم بشكل محايد. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لما اتنقلوا ايه الكويس اللي حصل وايه اللي لسه هم محتاجينه. خلينا نرحب ب اربعه من اهالينا مواطنينا اللي كانوا في مناطق غير مخططه وانتقلوا الى حي الاسمرات تحديدا. وحي الاسمرات يمكن هو المنطقه الاشهر في هذا المشروع، رغم ان في مناطق كتير في الدوله حصل فيها ده. خليني ارحب بالاستاذ علاء سيد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، منورني. السيده دنيا محمد، اهلا بحضرتك، منورانا. الاستاذ عامر عبد الحميد، اهلا بيك يا فندم، منورنا. والسيده عائشه جمال، اهلا بيكم. احنا قبل ما نبدا انا بس محتاج اوري للساده المشاهدين تقرير قصير جدا صورناه في حي الأسمرة معانا، وما جرى وما يجري هناك في حي الأسمرة. النهارده موجودين في مشروع تحيا مصر 1 و2 و3. احنا موجودين في الميدان الرئيسي بتاع المشروع. النهارده عندنا بننقل 18300 اسره من سكان العشوائيات من 8 مناطق عشوائيه. طبعا حضرتك الاماكن كلها معروفه، منشيه نصر والدويقه، غرب مدينه نصر، من السيده زينب خدنا الموارد وقلعه الكبش، ومن دار السلام عزبه خير الله، ومن مصر القديمه اسطبل عنتر، وعرب اليسار من منطقه الخليفه، وفضلا عن مثلث مزبير المشهور. احنا النهارده طبعا انتقلوا الاهالي، وزي ما وعدهم سياده الرئيس بينتقلوا بشنطه هدومهم. النهارده كافه الخدمات اتوفرت لهم بمجرد ما انتقلوا. عندنا 3 مدارس للتعليم الاساسي، عندنا 2 مركز طبي، مركز الطب التيكت بتاعه بجنيه واحد يشمل العلاج، وعندنا سيارتين اسعاف ان لو المواطن ملوش اي علاج في المنطقه عندنا بيبعتوا لاقرب مستشفى في سواء البنك الاهلي او منشيه نصر. قلنا لازم طالما نقلنا الاسر لازم نوفر لهم سبل لاكل العيش. في وفرنا له المواصلات اللي سبل اكل العيش بتاعته موجوده في المكان بتاعه اللي اتنقل منه، لكن عندنا احنا بالنسبه للي فتحنا 3 مصانع للتشغيل، مصنع ملابس اطفال بنصدر بقالنا سنه لملابس داخليه اطفال لالمانيا، عندنا مصنع السبح ده معظم المهنه اللي كان بيمتهنها معظم اهالي منشيه نصر الدويقه، عندنا مصنع للسجاد اليدوي والحرير وبنصدر امريكا بقالنا 4 شهور. احنا كنا مدفونين بالحياه بصراحه، ميه تقطع، كنا ننزل نملى من الجوانع الدبان، الناموس، النمل، كان البلاط مشقق ومخرم. حاسس ان انا اتولدت من جديد. ليه؟ لمؤاخذة في مكان ما كنتش أحلم بيه، ما كنتش أشعر بيه، لا كان عندي تلاجة، ولا كان عندي أنتريه، ولا كان عندي سرير أطفال، ولا الكلام ده، ولا بوتاجاز، ولا سخان، ولا بأمانة، صدقني ما كانش في عندي الحاجات دي. فسيادة الرئيس يعني أنعم علينا بعد الله سبحانه وتعالى بالحاجات دي كلها، فإحنا لازم نشكره. أولادي هيتعلموا كويس وهيعيشوا في عيشة نظيفة، مش عيشة غير آدمية. احنا ما كناش عايشين اصلا تحت في الكشاك بتاع ابو السعود،
هناك ما فيش اهتمام وزباله يعني عيشه غير ادميه بالمره. شقه كويسه فيها اوضه نوم واوضه اطفال، ثلاجه، غساله، متجهز، انتريه، سفره. كناش كنا ناكل على الطبليه ما ناكلوش على السفره. طفل هنا بيجي بنعلمه ازاي ياكل اكل صحي، بنعلم ولي الامر ان هم ما بيجيبوش باي اكل وخلاص. بنعلمه النظافه، النظام. احنا بنحب الحضانه علشان هي بتعلمنا نقرا ونحفظ الكلمات، وبتعلمنا ناكل اكل صحي، وبتعلمنا ان احنا نعمل حاجات حلوه، وبتطلعنا رحله. هي الحضانه مش بتركز على ان هي تعليم بس، لا، في انشطه، في رحلات، في الوان، بيدوا لهم الالوان يلونوا بايديهم، يعني اكتسب مهارات كتيره. طيب هنبدأ حوارنا مباشرة مع ضيوفي الأعزاء بدون تداخل كتير. احنا عاوزين نعرف الوضع كان ايه في المناطق المخططة غير المخططة اللي كانوا عايشين فيها، ثم اصبح ايه في حي الأسمرة. طيب خلينا نبدأ بالأستاذ علاء. أنا وسهلا. حضرتك الأول كنت عايش في منطقة ايه؟ أنا كنت عايش الأول في منطقة مصر القديمة. فين في مصر القديمة؟ في اسطبل عنتر. اسطبل عنتر. كنا عايشين هناك انا ووالدي ووالدتي وليا اختين بنات. كنا عايشين عيشه متوسطه. المكان ما كانش مخطط، بس شويه يعني قله التخطيط فيه كانت بتتعبنا شويه. معنى كلمه قله التخطيط دي ايه؟ قله التخطيط مثلا يعني البيوت مبنيه بطريقه عشوائيه شويه. اللي هي بيت مثلا طالع بره شويه، بيت داخل بره شويه، جوه شويه، يخليك تحس ان انت مش قاعد في مكان مستريح ليه نفسيا. اما ناس بقى الخدمات الخدمات بقى كانت عشان تروح مثلا تجيب حاجه بتضطر تروح لسوق، او تضطر تستنى بياع لما يعدي من تحت البيت. زي اماكن كتيره في مصر. زي اماكن كتيره جدا في مصر. بنبص نلاقي مثلا هناك عندنا مثلا في المنطقه، يعني المنطقه اللي احنا كنا قاعدين فيها كنت تحس ان هي كلها اسره واحده. رغم قلة التخطيط اللي فيها، بس تحس ان هم اسره واحده. الناس اللي موجوده اسره واحده، ناس متماسكه جدا جدا. وناس واعيه جدا، وناس بتفهم في الاصول قوي قوي، ولذلك كنت بتستريح معاهم يعني. انتوا قعدتوا في اسطبل عنتر قد ايه؟ كنتوا قاعدين بقالكم قد ايه؟ انا قعدت 17 سنه. 17 سنه. 17 سنه هناك. تمام. لما اتجوزت طلعت بره. حدائق المعادي قعدت فيها فتره. سبتهم في اسطبل عنتر. سبت والدي ووالدتي. سبت والدي ووالدتي. ما احنا كان البيت يعني مش مبني ادوار كتيره، هم كان ثلاث ادوار. فكان يعني حاولت ان انا اطلع بره شويه بالمكان. رحت حدائق المعادي، قعدت في حدائق المعادي ثلاث سنين. حصل لي ظرف ما كده، فرحت راجع تاني للزهراء مصر القديمه. قعدت فيها سنه او سنه وشويه لغايه لما جه موضوع الهدد دون. ربنا كرمنا وطلعنا فوق المقطم في الأسمرات. حي كويس ومتخطط بطريقه كويسه. هنجيله بقى. تمام. طيب ست دنيا، انت كنت فين قبل الأسمرات؟ في الدويقه. في الدويقه. كنت قعدت قد ايه في الدويقه؟ حوالي انا اتجوزت قعدت، انا كنت من اصغر في المنشيه. ولما اتجوزت قعدت في الدويقه 10 سنين. قعدتوا 10 سنين. كانت الحياه فيها عامله ازاي؟ لا، هي غير مخططه. هي غير مخططه. احنا كنا قاعدين في بيت حماية. بيت حماية طبعا هو بيت على الجبل. على الجبل. فطبعا السطح بتاعه فيه عروق، فكان غير مخطط طبعا. انت كنت موجوده في الفتره اللي صخره الدويقه دي وقعت ولا؟ كنت في 2009 بقى. يعني في 2009. فاكر انا في اليوم ده كنا في المحكمه. ففاكر كان يوم صعب. كان يعني قولي لي اليوم ده انتوا كنتوا على بعد قد ايه قريب؟ لا بعدي، لا بعدي كبير. هو انتوا كنتوا بعيد؟ لا بعيد، احنا كنا فوق شويه، هم كانوا تحت في حته اسمها الوحيد. فالصخره دي اللي وقعت كان حته في اسمها في الوحيد. الخدمات في الدويه كانت عامله ازاي؟ لا، هو الخدمات يعني ميه، كهرباء، صرف. لا، الصرف سلع. ماشي، هو الصرف والحاجات دي كلها احنا عملناها بس بعد فتره طويله. لكن كخدمات لا، ما فيش خدمات.
مفيش خدمات. طب انتوا في معاد في الدويقه بقى اتجوزتي وخلفتي هناك، الولاد بقى لما كبروا وضع المدارس عامل ازاي؟ التعليم عامل ازاي؟ لا هو التعليم كويس هناك مش وحش، التعليم حلو هناك مش وحش في الدويقه. بس انا كانت المشكله هناك اللي انا لما كنت قاعده هناك في البيوت الاهالي، في اكتريتهم لما مشوا ساعه الصخره فكان في تراكم طبعا زباله جامده جدا، فانا كانوا عياله كان بيجي لهم نزله معويه بسبب اللي هو مفيش طبعا ما الزباله دي بتعمل مشاكل بالظبط. طيب استاذ عامر كنت فين يا فندم؟ الدويقه. في الدويقه؟ قعدت قد ايه في الدويقه؟ لا عمري كله. اتولدت هناك؟ لا ما اتولدتش هناك، انا اصلا مواليد الجماليه. مواليد الجماليه؟ واتنقلت الدويقه امتى؟ لان الدويقه في سن الطفوله برضه. بس طبعا كان يهمني اكتر الشكل او الوضع الاجتماعي. من العشوائيات او كان مسمى التخطيط قول عشوائيات او التخطيط العشوائي. هو ست عيشه غير مخططه. هو باعكم هو العشوائيات. ان هو طبعا اسم خلاص هو كله بقى مستقر يعني. بالظبط. بس فالوضع الاجتماعي فوق طبعا في الاسمرات موضوع يشرف يعني. مش لا خلينا الاول لسه في احنا لسه ما اتكلمناش بالدويقه. اتفضل. يعني حياتك كانت عامله ازاي في الدويقه؟ كان ايه اللي بيقرقك يعني؟ كان ايه ما كنتش مبسوط. ما كنتش مبسوط؟ ليه بقى؟ الوضع الاجتماعي ما كانش كويس يعني. يعني انا كان عندي بيت كويس وانا واخواتي وبيت عيله. في الجماليه؟ في الدويقه. في الدويقه. وكنا مستقرين والعيشه تمام وكل حاجه كويسه، بس الوضع الاجتماعي انا ما كنتش حابه يعني. عايز عيالي يطلعوا في مكان يعني افضل. طبعا اكيد طبعا. فيعني تعبت من الحوار ده لغايه ما جت الموضوع يعني. لما حد كان يقول لك انت ساكن فين ما كنتش تقول له الدويقه؟ لا كنت بقول الدويقه طبعا. مضطر يعني؟ لا هو مش مضطر، هو شرف ليا ومكان كويس وكل حاجه. بس انا الوضع الاجتماعي النهارده، عايز الطفل النهارده بيطلع مثلا في وسط يعني كان ايه ينقصه؟ يعني كان ينقصك انت ايه هناك؟ يعني انت بتقول بيت عيله واخواتك وموجود، لكن انت عاوز وضع افضل، كان ايه اللي ناقصك هناك؟ الشكل الاجتماعي. الشكل الاجتماعي. كان في بيوت مثلا برضك بالعروق الخشب، في بيوت بالمسلح، في المخطط مش واخد بال حضرتك؟ زائد البني ادم لما بيطلع لمكان افضل بيتحسن اخلاقياته احسن من احنا هو معانا على الشاشه صور من مناطق وشوارع في الدويقه وقتها يعني. طيب ست عيشه انت رائده حضاريه. تمام. فانت بس مش مواطنه عايشه في، كنت فين الاول؟ اسطبل عنتر. اسطبل عنتر. مش بس مواطنه عايشه، لا ده انت شغلك محتك بالناس. طيب. انت كنت رصده الوضع ازاي؟ هي ان انا كنت بواجه خطوره هناك بقى. في ايه بقى؟ تواجه خطوره. مفيش امن، دي اول حاجه انا كنت بعاني منها. يعني يوم كان كل يوم المكان كان بيبقى فيه مشكله شكل. فما تلاقيش امن موجود، علشان الامن يجي هو مش هيجي. انه يعرف يدخل اصلا. هو مش هيجي اصلا. مش هيجي. يعني انا كنت دايما اتصل بيهم علشان اقول في مشكله مش بتاعتي. انا بشوف المشكله وخايفه على اولادي. فكنت دايما اتصل بيهم مثلا عشان يجوا. تمام. تعالي كده شويه عشان الناس تبقى شايفك يعني. علشان يجوا ما كانوش بيجوا. يعني هم عارفين ان المشكله في الاخر هتوصل لايه والموضوع هيبقى ايه. دي اول حاجه انا كنت بعاني منها. الامن. مفيش امن. المكان انا عشت فيه 12 سنه، ال 12 سنه دول بصراحه هو انتمي له بس عشان يعني عشره. في ذكريات. تمام. مش عظيمه بس في ذكريات. تمام. لكن الواقع هناك كان مؤلم جدا يعني بصراحه. اول ما جيت انا عانيت من حاجه اسمها شراء الميه، دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. ان انا اشتري ميه. انت كنت ساكنه فين قبل الاسطبل عنتر؟ في اسيوط. ايوه. ماشي. يعني مواليد اسيوط وعشت 27 سنه في اسيوط. فجيتي بقى على شراء الميه. طبعا. احنا ما عندناش الكلام ده. طب. دي اول حاجه انا عانيت منها فتره كبيره قوي، وكانت فيها مشاكل اسريه كمان. يعني ان انا مش هقدر اتعامل اصلا ان انا اشيل ميه او ان انا اقدر اعملها والكلام ده. ده اول حاجه في المكان. تاني مشاكله كتيره. مشاكله كتيره بمعنى ايه؟ تعليم، مفيش مدرسه عندي هناك. لو اتكلم بقى للمدرسه. مستشفى، لا. صيدليه، لا. المكان فعلا هو انا اكتر حاجه بقول احنا في مكان كويس فيها ليه، لان انا كان بيني وبين الدائري مفيش، فبركب اسهل مواصله يعني. هو كويس ان انت قريبه من الدائري، هتطلعي من اسطبل عنتر يعني. يعني في 10 دقايق بتروح اي مكان انت عايزه. تمام.
لكن يعني زي ما بنقول كل مكان فيه مميزات وفيه عيوب. تمام. طيب احنا هنروح للصوره اللي كانت مرسومه، يعني انتوا هتقولوا لي الصوره دي صحيحه بنسبه كام في الميه؟ بس خلينا ناخد فاصل قصير جدا ونرجع نسال الصوره اللي احنا كنا مكونينها عن المناطق غير المخططه بين قوسين العشوائيات، احنا قلنا الحاجتين. صحيحه بنسبه كام في الميه فيما يتعلق بانه الجريمه هناك، سلوك الناس عامل ازاي، الخدمات كانت عامله ازاي، كان صحيح ان الناس ما عندهاش، يعني مثلا ما تسمع واحد يقول لك احنا ما كانش عندنا عفش، ما كانش عندنا اجهزه كهربائيه، ما كانش عندنا حاجه، نسبه كام الكلام ده صح ونسبه كام خطا؟ خلونا بعد هذا الفاصل نجيب عن هذا السؤال. اهلا بكم من جديد. السؤال كان احنا كنا بنسمع عن المناطق غير المخططه، المناطق العشوائيه، كلام كتير جدا. ايه الحقيقي منه وايه اللي مش حقيقي؟ يعني انها مناطق خطره جدا، مناطق الخدمات فيها صعبه، العيشه فيها صعبه. حتى في التقرير لما كنا حضراتكم بتسمعوه فالناس بيقولوا لا احنا لقينا هنا عندنا هنا فرش وعندنا هنا اجهزه وعندنا الكلام ده. يعني نسبته كام صحيحه ونسبته كام فيها مبالغه؟ استاذ علاء. هو بالنسبه حضرتك للخدمات كانت فعلا بنسبه مثلا 80% من الناس بتقوله دي حقيقه فعلا حاصله، ان الخدمات كانت قليله. عشان يحصل مثلا حريقه وتخش لك مطافي تاخد وقت طويل جدا وما تخش، ما تعرفش تخش خالص نهائيا. يبقى الموضوع كله على اهالي الحي، هم اللي يطلعوا يطفوا، هم اللي يطلعوا يعملوا، هم اللي يطلعوا يجروا. موضوع بقى البلطجه والمشاكل هناك في الاماكن الغير مخططه دي، ده سلوكيات ظهرت عندنا احنا، بالنسبه لنا احنا ظهرت عندنا احنا من 5 6 سنين مثلا. انما قبل كده كان في ناس كبيره بتبقى موجوده في قلب المكان محتويه المكان كله والناس كلها، وهم عيلتين متجوزين من بعض وقاعدين مع بعض واكلين شاربين مع بعض. السلوكيات بدات تتغير من بعد الثوره، من بعد يناير. في حاله انشلات يعني الشباب بقى الشباب بدا ياخد وضع مش وضعه، فبدات تحصل مشاكل كتيره جدا. بدا الامن ما يقدرش يجي حتى ويخش يقدر يسيطر عليها خالص. بسبب ان الشباب دول طالعين في وقت اللي هم يعني ما يعرفوش يعني ايه كبير، يعني في كبير في المكان هو اللي نلجا له لو في مشكله ما عندنا، ما يعترفوش بالحكايه، ما يعترفوش هم بالكلام ده خالص. يعني انا واحد من الناس، والدي كان يقول لي الشعرايه البيضه لو بقت موجوده في مكان لازم تحترمها. انا متربع على كده. لا بعد يناير مفيش حكايه دي، لا بعد يناير مفيش الكلام ده خالص. خالص. ولذلك بدانا نعاني بقى في المناطق اللي هي غير مخططه دي من الكلام ده. انما قبل كده كانت الامور، لا كانت الامور مستقره، كان في اصول يعني، كان في اصول. ممكن تعاني شويه، مفيش خدمات بس في اصول. ولو ما لقيتش الخدمات انت بتعمل بديل للخدمات دي. يعني بص تلاقي الشباب والرجاله الكبيره بتجري وتطف وبتعمل ومش عارف ايه، لو في مشكله يجروا ويحلوا المشكله بسرعه من غير ما تكبر ومن غير ما يحصل فيها تضخم في الموضوع. فهي يعني كان ليها مميزات ولها عيوب. طب ست دنيا انت كنت شايفه المساله ازاي؟ يعني الكلام اللي بيتقال فيه مبالغات؟ لا هو كتقرير، انت قلت لي انتماك للمنشيه اكتر من الدويقه. عشان يعني انت عشتي في المنشيه اكتر. انا متربيه فيها. متربيه في المنشيه اكتر. طيب. عمري كله في المنشيه. وشايفه بقى الوضع في الدويقه عامل ازاي؟ لا هو الوضع في الدويقه هو ما فيش خدمات، هو فين الخدمات اللي انا لاقيها لعيالي؟ انا كنت بنزل عيالي من المدرسه من فوق لغايه تحت بمواصله. بمواصلات بنزل استناهم. العربيات اللي هي العربيات اللي هي الجيب، اللي هي متغطيه دي، اللي هي فاللي انا كنت بنزل استناهم تحت عقبال ما يخلصوا مدرستهم. لكن انا في الوضع اللي انا فيه، لا انا في الوضع اللي انا فيه لا طبعا شايفه خدمات. يعني الولاد ينزلوا المدرسه في امان ويرجعوا وانت مش يعني انت مطمنه هناك؟ لازم تبقي الغفير على طبعا أولادي. لازم طبعا. هينزلوا ازاي؟ هيروحوا ازاي؟ ما ينفعش طبعا، لازم انزل اوديهم. استاذ عامر، ده هو الفرق كنت مفتقده من الاسمرات الدويقه، فرق شاسع طبعا. يعني مش احنا لما كانت بتحصل مشكله واتصل بالحكومه يقول لك لما حد يموت يبقى تعالى لنا، لما حد يموت يبقى تعالى لنا. طب انت تروح ليه بعد ما حد يموت؟ ده حقيقي فعلا. النهارده في الاسمرات قبل ما المشكله بتحصل بتبقى خلصانه. يعني انا بحب اوجه بس كلمه شكر لنقيب احمد ايهاب في الاسمرات، شغال يعني بكل جهده.
زائد مع السيد رئيس حي الاسمرات استاذ هو كان بيتكلم معانا في التقرير صحيح. الشخصيه دي يعني شغاله بشغل مجهود مش وبعدين معاهم موظفين لو تسمح لي اذكر اساميهم ان هم يستحقوا اكتر من كده الاستاذ احمد عبد الحميد والاستاذ وليد فؤاد والاستاذ محمود. الناس دي شغالين شغل مجهود ناس مثلا حوالي 40 فرد في الحي دي حقيقه بجد البلديه انتوا بتلاقوهم على طول بتلاقوا الناس ده هم مفيش الا هم الاستجابات يا دكتور الاستجابه سريعه عارف معنى الاستجابه السريعه دي تحس ان انت ما يعني اللي هو ما فيش مشكله عندي اللي هو لو في اي مشكله حصلت لي هتلاقي الناس لا هلاقي هتصل وبعدين عارف اللي هو توزيع الارقام ده يعني معاك رقم رئيس الحي معاك رقم الموظف ده معاك رقم الموظف ده معاك رقم الموظف ده معاك رقم المطافي معاك رقم الاسم رئيس مباحث الاسم مثلا محمد السيسي اللي جاي جديد بيوزعوا بيحطوا ارقام تليفوناتهم لا ده بيدونا لا ده بيدوك انت لو انت قابلته شخصيا واتكلمت معاه وانا عايز رقمك عشان بيحصل لي مشكله يقول لك اتفضل على طول. طب قول لنا بقى من خلال انت عندك كلام كتير حاسس ان انت يعني ايه مخزنه كلام كتير اتفضل قولي لي انت الوضع انت رصده بشكل دقيق في المنطقه في ستابل عنتر يعني الاستاذ علاء بيتكلم عن جزء ايجابي انه الناس هناك انا مش عايزه اتكلم عشان ما ازعلش استاذ علاء لا خالص لا 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 قولي لنا بصراحه انا مش عايزه اتكلم في المكان اكتر قد ما انا عايزه اتكلم في المستقبل كويس بس هو انت عارفه احنا بنعمل ايه انه ما هو المستقبل بيبان لما نقول احنا كان الوضع عامل ازاي تمام انا قلت لحضرتك المكان كان بيشكل ليا خطوره جامده جدا من ناحيه مش حاسه بالامان لاولادي تمام انا والله مش حاسه بجد ان كان في حاجه حلوه هناك اتكلم عليها انا عشت مأساة كتيره هناك عدي انت الكلام ده تمام مالكش دعوه بقى انا كل واحد عدي الكلام ده اكتر حاجه كانت فارقه معايا بس ان انا لما بنزل دار السلام بحس ان انا عايشه بنزل الزهراء بحس ان انا موجوده لما بطلع اركب مواصله من على الدقري بلاقيها في ثواني وبوصل الزهراء دي عندنا يا دكتور هي ما كانت بتنزل عندنا بتحس طيب ماشي الزهراء عندنا خدمات وانت بعد ما سبت ستابل عنتر لا هو هي اصلي هو علاء مش ستابل عنتر بالظبط المكان اللي انا بتكلم فيه هو يعني يعتبر في اوله في اول اسطبل عنتر واخد جزء من الزهراء اللي هو يعتبر اصلا جزء كبير قوي طب بالنسبه لك الدنيا اختلفت ازاي بقى يعني انت رحت الاسمرات امتى انا رحت الاسمرات بقى لي سنتين اختلاف بقى اللي انا كنت بعاني منه كله مش طبعا موجود. خلاص بقى مدارس جنب بيتي يعني على بعد 10 دقايق اقل من 10 دقايق كمان عشان كنت احب اقابل مسؤول في مصر القديمه ده قصه تانية بقى يعني حتى حكم ان انا رائده حضاريه المفروض ان انا اقابله واقعد معاه واتكلم في مشاكل الناس ده ما كانش بيحصل تمام هنا رئيس الحي بابه مفتوح لينا في اي وقت دي حقيقه انا نفسي اشكره من هنا واوجه كمان رساله لاي حد في منصب او في مكان يا ريت يستغله بروح القانون مش بالقانون بروح القانون دي اهم كتير ان انت عايز تتعامل يعني استاذ حسن عامل زي ما يكون ايه عارف وانت ببيتك مش عايز المشكله تطلع بره عشان ما تكبرش الاب الروحي بيحل الروحي زمينه كده يعني الاب الروحي الاسمرات طبعا والله العظيم مشاكل الاسريه هناك بتوصل لحد كبير بقى الزوجه بقت تستقوى شويه انا بقى عندي شقه باسمي والزوج بقى يستقوى شويتين بيحل المشاكل دي المشاكل دي موجوده في مكتبه بنفسه ده زائد ان حضرتك اللي في مجموعه من الشباب في المدينه اسمرات بقوا من كتر ما هم خايفين عليها وعايزينها بنفس الجمال ده اللي هم جم عاشوا لقوه على ارواج الارض يعني فبيحافظوا عليه هم بيجتهدوا طبعا هم بيشغالين انت قلت لي حاجه ان انت يعني زمان لما كنت موجود يعني في الدويقه كنت بقى عايز تهوى مثلا تقعد قدام البيت في الشارع يعني مش كده؟ دلوقتي الوضع مختلف طبعا في ملاعب وفي الملاعب برضو في نوادي وفي نوادي الولاد صحيح لاقيين ايه الصغيرين طبعا يعني غير المدارس اللي انت بقيتي انا بنتي في الكاراتيه ايه بنتي في الكاراتيه هناك بتتدرب الوضع اختلف طبعا الوضع بقى اجمل بكتير يعني طب وفي الثقافه ايه بقى ما في اهتمام بالثقافه يعني الولاد في توعيه قول ابتسمت ليه؟ الثقافة هناك بالنسبة للثقافة هناك الناس بصراحة شغالين شغل مظبوط جدا احنا عندنا مركز ثقافي محترم جدا عندنا مكتبة محترمة جدا اسمها مصر الجديدة المكتبة قايمة بدور فعال كويس جدا ناس موظفين فيها ناس ثقافيين ناس مثقفين ناس مثقفين جدا استاذ حمدي الازهري واستاذ عبد الرحمن واستاذة مين حضرتك تاني؟
استاذ رباب واستاذ رباب هناك في الاداره المركزيه ده دول في في المكتبه في المكتبه هم اصدقاء لينا حضرتك هم اصدقاء لينا شخصيين شغالين شغل الاطفال بيخش لهم المكتبه بيعملوا مجهود باذل معاهم دي حقيقه لدرجه لغايه بحس ان هم اولادهم مش طب انا اسالكم سؤال يعني يعني دلوقتي في ناس ممكن في حال اسمرات يكونوا بيتفرجوا علينا وممكن يقول لك لا انتوا رحتوا في حاجات المفروض نتكلم عنها ناقصانا وانتوا ما اتكلمتوش بلساننا اقول حاجه فهمت سؤال حضرتك هي الناس اللي هي عانت منه بصراحه او فرق معها في من هنا لهنا ان انا مثلا كنت عايشه في بيت ملك ما بحطش ايجار ما حدش بيجي يفرض عليا الايجار وانا ببيع اي حاجه في اي وقت يعني طلبت في دماغي ان انا اعمل مشروع جوه اوضه النوم هعمله غلط ما عنديش حد يقول لي ما هو ده كده انت رايحه فين تمام انت رايحه فين ولا جايه منين فهم دلوقتي لما انت تيجي تحطيني في مكان لا انا مش فارق معايا الشقه ولا فارق معايا المكان اللي انت جبتني فيه انا مش عايز ادفع ايجار انا عايز لقمه عيش طب الحاجات دي وعايزه اقول لحضرتك كمان انا عامله مشروع هناك يعني انا بعمل فطير مشلتت ومخروطه وكسكسي ده اعلان ده طبعا ده اعلان على طول طيب لا انا اقصد ايه انه الحكايه دي يعني داخله في التنظيم لانه هو لما يبقى بيدفع الايجار كمان او يدفع موضوع هيحافظ على الوحدات دي لا هو حاسس ان انت فرضت عليا حاجه يعني هقول لحضرتك على حاجه لو انت متعود كل يوم تقوم تعمل حاجه بشكل مش اجباري فهتفرق معاك يعني انت بتعمل حاجه باختيارك لكن انت جيت مثلا مكان دفعت مثلا حتى لو المبلغ هي 300 جنيه وهي مش حاجه خالص مقابل شقه مثلا مساحتها 65 متر بس خلي بالك انه هو مش بيديكي شقه هو بيديكي مجتمع جديد تمام كله يعني هو مفروض ما يحسبش اهالينا في الاسمرات انا بنزل لحضرتك مع المستوى اللي تحت جدا انا فاهم تمام يعني انا فاهم يعني هو هنا في الاسمرات هو لما بيدفع 300 جنيه هو ما بيدفعهمش في الشقه بس هو لاقي خدماته لا الخدمات اللي موجوده بيدفعهم في المجتمع كله في نظافته في في انه في مدارس في مكتبه في انا عايزه اقول لحضرتك يعني انه يعني دي برضه نقطه تبقى واضحه بيبذل مجهود غير عادي ان كل كام يوم تلاقي شقه بتبيع حاجه فكل يوم حمله يعني اللي انا مقتنع برضه هعمله يعني بيحاولوا يجيبوا مثلا حد لحد ما تخلص يعني الحكايه دي في سيطره جامده جدا ده اللي احنا بقى الثقافه اللي احنا بقى بنشتغل عليها بنشتغل توعيه بقى هو ده هي دي الرساله الاخيره بقى يعني لو انا خدت من كل واحد من حضراتكم رساله اخيره انه المجتمع الجديد ده الناس تبقى محافظه عليه حتى لو في بعض السلبيات او في بعض الحاجات اللي من الناس متضايقه منها طيب اول رسالتي تقولي رسالتك انت ماشي هنجيبها كده بقى ماشي ونستبل عنتر مع بعض ماشي قولي لنا يا ست عيشه رسالتك اقول رسالتي هو انا بص استاذ حسن معايا فريق شغال بجد بكل مجهوداته وشكرا ليه وتحيه كبيره قوي ليه في المجهود اللي هو عامله الرساله بقى ان مفيش حد بيتغير في يوم وليله ده صعب طبعا السلوكيات والتعديل هو احنا شغالين على ده كده وبنشتغل وبنحاول نغير من الناس على قد ما نقدر في ناس قابله للتغيير وبتتغير معاك بسرعه وبتسبقك الخطوه تمام وفي ناس غير قابله للتغيير مهما تكلمها ومهما تقنعها ومهما تقعد تجيب لها امثله وحقائق قدامها لا هي ثابته في مكانها مش محتاجه ان انت تتكلم في ده فاحنا ده بنحاول معاه على قد ما نقدر كمان بدانا في توعيه للشباب اللي هم من 13 سنه لحد 25 سنه دول مهمين طبعا وبنشتغل معهم تعديل لو فلتوا ممكن تلاقي نفس المشاكل تعديل سلوك ومهارات وقدرات وازاي يبقى عنده طموح وازاي يحط هدف ليه ويخططه ويوصل له وجاي تمام. منهم استجابه كويسه قوي تمام استاذ عام انا رسالتك ايه انا رسالتي اللي بتمنى المشروع ده يتكرر في عده المناطق. يعني المشروع ده فعلا ما كانش حد يحلم بيه. وكنت جايب لحضرتك بس حاجات مهمه. فاسف بس على ال قول انت بتطلع من موبايل؟ يا فندم. بس ده موبايل مخطط. مش غير مخطط. طيب فنلاقيها بسهوله يعني. طيب هو بس حضرتك انا بس عندنا النظافه. شغال 24 ساعه ده حاجه ممتازه ما كناش كنا مفتقدينها تماما انما انما بس هو في بعض السلوكيات من الناس يعني طبعا مش يعني بنحاول احنا مجموعه شباب حتى الاستاذ علاء من على راس المجموعه بنحاول احنا ندعم الموضوع ده للناس تتجنب تحافظ تحافظ على بس بالنسبه طبعا الـ كنا بنتكلم في حته مستشفى عام
محتاجين مستشفى عام. ده حاجه ضروري عشان دي طبعا بقت بلد، دي بقت بلد ما بقتش مدينه صغيره. ده شايل عدد كبير طبعا. احنا بنتكلم هنا بقى مع محافظ القاهره و... تمام. وانا انا بحيي طبعا يعني سيادة محافظ القاهره لانه المشروع مشروع وكل الجهات اللي وقفت ورا المشروع ده والتعليم يعني انتوا هنا محتاجين مستشفى عام. المدارس المدارس قريبه فعلا بالفعل وثلاث مدارس هناك في المكان. انما اداء التعليم لاني اكتريت المدرسين متطوعين متطوعين فانتوا محتاجين هنا الامور تنتظر. طيب يبقى احنا كده واخدين الحاجات الاساسيه مستشفى عام والاداء في زائد ان حضرتك بالنسبه للتعليم المدرسين يعني الرئيس الحي بيعمل على قد ما بيقدر. اكيد طبعا مش هيجيب ناس من حسابه الخاص يحاسبهم. فهم محتاجين دعم من الحكومه المدرسين يعلموا بجد للولاد. طب حلو بس نلفت نظر بس قول الرسالة. معلش بقى الفت براحتك صريحه شويه احنا جايين عشان انما دي. طيب انا بحس ان في تواطؤ من اداره المقطم. تواطؤ كويس. وانا بقولها صراحه انا قول في تواطؤ من اداره المقطم تجاه مدارس معينه في الاسمرات. بسبب ايه؟ بسبب اما طالب في اولى اعدادي يقعد لغايه 15 يوم فاتوا يعني بقى له مثلا شهر ونص او شهر و20 يوم ما يستلمش كتب. دي افتراء. ده افتراء. ده انا بسميه افتراء وبسميه افتراء لسبب واحد بس. المكان ده معمول الرئيس عامله وعينه عليه ومحافظ عليه جدا ومهتم بيه جدا وعلى تواصل بيه 24 ساعه في ال 24 ساعه. وانا عارف ان في مسؤولين كبار من الدوله بيجوا كل شويه يشوفوا على طول. يعني الباشمهندس احمد فؤاد الدكتور احمد فؤاد على طول متواجد عندنا اللي هو نائب المحافظ على طول متواجد عندنا على طول بيتابع الحاجات دي. بس في مشكله عندنا في حته التعليم من ناحيه الاداره التعليميه مقصره جدا اداره المحافظه. يعني رساله هنا لوزير التعليم بقى بشكل واضح وزير التعليم بقى يعني على طول مباشره ان الاداره التعليميه دكتور طارق شوقي نظره لحي الاسمرات في التعليم. تمام. يعني التعليم ده عامل مشكله كبيره. خدت حقك اهو خلاص. في حاجه بس ثانيه معلش قول. احنا عايزين طلب ان شاء الله للمحافظ كده نعمل حاجه اسمها مجلس امناء في المدينه. هو استاذ حسن طبعا شغال على الموضوع ده بس احنا عايزين عايزين الاسراع بيه. عايزين الاسراع بيه لان مجلس امناء المدينه ده هيفيد المدينه كويس جدا جدا جدا. تمام. لان احنا دلوقتي عندنا حزب مستقبل وطن وحزب حماية وطن داخلين في المكان واحنا مشتركين فيه بما اننا ناس بنشتغل على ارض الواقع شويه. الحزبين داخلين بتقولهم جوه المدينه فعايزين نفعل بقى الكلام ده كمان بقى بقواعد راسخه اللي هي مجلس امناء للمدينه يحافظ على المدينه مع استاذ حسن. تمام. تحت اشراف استاذ حسن. هناخد بقى اخر رساله من اخر كلام من الست دنيا. هو هي كانت بتتكلم عن الايجار وكده وانا اول حاجه بحيي صراحه فانا بحيي استاذ حسن الصراحه على مجهوده اللي هو بيعمله. وفي خدمات شغاله من الساعة 8 لغاية الساعة 5 المغرب دي خدمات شغالة على المواطنين للإيجار. يعني أنت مش قادر تدفع إيجارك فهو أستاذ حسن بيقدر إن هو يساعد مع جمعيات. تمام. مع جمعيات بيقدر إن هو يساعد إن هو يقدر يدفع إن هم يقدروا يدفعوا الإيجار. مش لكل الناس ماشي الحال اللي هي بس هو بيحاول. موجود يعني الفئات اللي مش قادرة تدفع الإيجار بيدفع لها الإيجار بالظبط. بس هو بيحاول بس. وبنعمل توعيه للشباب من سن 13 لغايه سن 25 موجود بيحاول يساعد. طبعا. اخر جمله في رساله معايا بس حد موصيني بيها من اهل الاسمرات. اهل الاسمرات في ناس ذوي احتياجات خاصه وناس طالعه المعاش. اتكلم في المواصلات بقى ولا لا 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 لا, لا. هم الناس دي بتاخد معاش 300 400 جنيه ده اللي صافي ليهم فبيطمع منهم 300 جنيه. فبالتالي ما بقى مش عارفين يعيشوا. فاحنا بنوجه بس رساله للسيد المحافظ او اي مسؤول ان هم يخفض التضامن بالظبط ان هم بعض الفئه مش كل الناس طبعا. هو فئه معسه معينه المعاكين والتانيين المعاش. تمام. انا بشكركم جدا بشكركم جدا الحقيقه. وزي ما شفتوا حضراتكم احنا الخطوه اللي احنا بنخطيها لقدام في البلد بنبقى بنقول عليها لكن كمان بنتكلم على اللي ناقص لسه ومدركين وعارفين انه ان شاء الله بجهود الناس كلها لانه زي ما انتم شفتوا المشروع مش بس حكومه ولا بس مواطنين لا العنصرين لازم يبقوا متعاونين. احنا بنتكلم حي الاسمرات هذا الحي العظيم اللي هو عمل نقله الحقيقه لكن لا يزال محتاج مستشفى عام لا يزال محتاج ان المدرسين اللي يبقوا موجودين ما ينفعش يبقوا مسائل بس متطوعين.
كمان اصحاب المعاشات واللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه نظره ليهم، وان شاء الله كل الناس في مصر تحصل على كل ما تريده. على بعض اكتر يعني. يا ريت يا ريت يا ريت. حاجه واحده اقول احنا بنوجه شكر من هنا للقائمين على الرياضه في قلب الاسمرات، باذلين مجهود جامد جدا، وعلى راسهم الكابتن اسماعيل، راجل محترم جدا، راجل بيلف في المدينه يلم الشباب اللي هي بتبقى قاعده هنا وقاعده هنا ويجيبهم من الملعب يلعبهم كوره. طيب ماشي، انا بشكركم جدا وانا بس بنوه لانه احنا كان الاستاذ صديق العزيز طارق جميل سعيد المحامي الشهير كان ضيفنا هنا في 90 دقيقه، هو بيمر الان بيعني وعكه صحيه، فاحنا بنتمنى ليه الشفاء ودعواتكم ليه ان شاء الله. كان معانا في 90 دقيقة، فإن شاء الله ربنا يتم عليه شفاءه. أشكركم وألتقي بحضراتكم إن شاء الله غدا، وتصبحون على وطن.